بكل الود يسرنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب ضمن السلسلة التعليمية لمادة الفيزياء والكيمياء للصف الثامن، متمنين لكم رحلة سعيدة معنا عنوانها الفائدة والمتعة، فأهلا وسهلا بكم. المقاومة الكهربائية. سنتعرف في هذا الدرس على أولاً مفهوم المقاومة الكهربائية، ثانياً التحقق من قانون أوم، ثالثاً تطبيقات على قانون أوم. مفهوم المقاومة الكهربائية. هل تساءلت يوماً عن سبب توهج سلك مصباح الإضاءة وعدم توهج سلك التوصيل الذي يوصل التيار إليه؟ عند مرور تيار مائي في أنبوب فإنه يحتك بجدرانه مما يعيق جريانه، وكذلك الأمر عند مرور تيار كهربائي في ناقل يعاني من مقاومة كهربائية تبديها مادة الناقل ضد التيار الكهربائي. وجدنا سابقاً أن التيار الكهربائي هو حركة منظمة للإلكترونات الحرة في الناقل، ولكن اصطدام الإلكترونات المتحركة والتي تكون التيار مع ذرات الناقل تسبب ارتفاع درجة حرارته. إذن المقاومة الكهربائية هي إعاقة المادة لمرور التيار الكهربائي، أي الشحنات الكهربائية فيها، وبالنتيجة يكون لدينا أن الإلكترونات الحرة تتحرك في أسلاك الدارة بتأثير التوتر المطبق بين طرفي الدارة، بينما تقوم المقاومة بإعاقة حركة هذه الإلكترونات فتحد من شدة التيار. التحقق من قانون أوم. لدينا دارة كهربائية تتألف من مولد متغير التوتر، قاطعة، مقياس أمبير، مقياس فولت، مقاومة AB، نغير قيمة التوتر V، نراقب دلالة مقياس الأمبير وندون النتائج في الجدول التالي. لاحظ أن قيمة التوتر على شدة التيار ثابتة، أي V على I يساوي ثابت. يدعى هذا الثابت المقاومة الكهربائية للسلك، رمزه R، وحدته أوم، ويرمز له بالرمز أوميجا. سؤال: ما هو قانون المقاومة الكهربائية لسلك يمر فيه تيار؟ R تساوي V على I. الأوم هو مقاومة ناقل يمر فيه تيار شدته أمبير واحد، إذا كان التوتر بين طرفيه فولتاً واحداً. بالعودة إلى الجدول السابق، نمثل بيانياً تغيرات V بدلالة I. نلاحظ أن الخط البياني هو مستقيم يمر من المبدأ. جورج سيمون أوم، عالم ألماني، اكتشف أن فرق الكمون الكهربائي بين طرفي المقاومة يتناسب طرداً مع شدة التيار المار فيها، وهو نص قانون أوم، وباسمه سميت وحدة قياس المقاومة الأوم.
قانون أوم ينص على أن التوتر الكهربائي بين طرفي المقاومة يتناسب طرداً مع شدة التيار المار فيها، ويعبر عنه بالعلاقة V يساوي R ضرب I. تطبيقات على قانون أوم. تدريب: نطبق بين طرفي مقاومة كهربائية توتراً كهربائياً قيمته 12 فولت عندما يمر فيها تيار شدته 3 أمبير. احسب قيمة المقاومة الكهربائية. R يساوي V على I ويساوي 12 على 3 ويساوي 4 أوم. إضاءة رياضية: إن النسبة V على I تمثل ميل الخط البياني، وقيمة هذا الميل تساوي المقاومة الكهربائية للسلك. تدريب: ناقل مقاومته 6 أوم يمر فيه تيار شدته 2 أمبير. أحسب التوتر بين طرفي الناقل. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. نرجو أن تكونوا قد حققتم معنا الفائدة المبتغاة والمتعة المرجوة. وإلى حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.